القرار الأخير يعني الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الأقاليم الجنوبية هو أولا قرار كان منتظرا، قرار يعني يتماشى مع التطورات الكبرى التي تعرفها العلاقات المغربية الإسرائيلية، خصوصا بعد اتفاقات أبراهام وبعد يعني تطور العلاقات المغربية الإسرائيلية في جميع المستويات، خصوصا المستويات البيئية، المستويات العلمية، المستويات يعني مجموعة من المستويات يعني الأمنية كذلك. يعني هناك تعاون استراتيجي متين بين الدولة المغربية ودولة إسرائيل، وكذلك يعني يعكس هذا يعني الاتفاق أو هذا الاعتراف الإسرائيلي يعكس كذلك الرغبة الإسرائيلية في توطيد العلاقات مع المغرب، باعتبار المغرب بلد أساسي، بلد مهم في عملية السلام، في عملية يعني العلاقات يعني ضروري أنه المغرب يعني في أي عملية تريد أن تقوم بها إسرائيل على مستوى يعني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعني أي تقارب ما إسرائيل مع هذه الدول لا بد أن يمر عبر البوابة المغربية. ثالثا، هذا الاعتراف كذلك هو سيكون طبعا الحل نوع من الهدية لكل اليهود المغاربة في إسرائيل وفي العالم الذين لعبوا دورا مهما من أجل الضغط على الدولة الإسرائيلية وعلى سياستها من أجل تسريح الاعتراف بمغربية الصحراء. والأهم من ذلك كله أن هذا القرار سيفتح آفاق جديدة يعني أمام دول أخرى من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء، لاعتبار أن إسرائيل لها صوت مسموع في المجموعة من المنظمات الدولية، عندها تأثير كبير، اللوبي الإسرائيلي عنده تأثير كبير في مجموعة من عواصم الدول الكبرى، خصوصا بريطانيا وخصوصا يعني الدول في الاتحاد الأوروبي وفي جميع أصقاع العالم. كذلك هذا القرار يعكس الثقة الكبيرة التي حظى بها جلالة الملك نصره الله في العلاقات الدولية، خصوصا لدى المجتمع الإسرائيلي، أنه يعني جلالة الملك له صورة ناصعة، معروف بأنه مناصرته للسلم والأمن، مناصرته يعني للحوار بين الثقافات وبين الأديان، وأنه أن المغرب بقيادة جلالة الملك يعني الحسن يعني المغفور له الحسن الثاني واليوم محمد السادس، كان دائما من الدول الراعية لمفاوضات السلام، الراعية لي يعني لي يعني للحوار بين يعني الدولي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبين العرب خصوصا وإسرائيل، من أجل الخروج أولا بموقف مشرف لفائدة القضية الفلسطينية، والخروج كذلك بمواقف تسمح يعني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تكون منطقة منزوعة الحروب، منطقة يعني فيها التنمية وفيها الازدهار. هذا الموقف كذلك يعني قرار الإسرائيلي كذلك الأخير يعكس أن هناك دبلوماسية مغربية قوية استطاعت يعني أن تحقق هذه المكتسبات في ظرف قياسي، يعني هو الاعتراف الأمريكي ثم الاعتراف الإسرائيلي ثم اعتراف مجموعة من الدول، وهذا إن دل فإنما يدل أن هناك دبلوماسية مغربية قوية يعني وراءها ملك بطبيعة الحال شجاع، ملك قوي بقراراته بالاستراتيجية، وبالتالي هذا القرار سيكون له يعني تأثير كبير على مستوى الخارطة الدولية، خصوصا أن المغرب بعد يحقق انتصارات تلو الأخرى، وسيجعل جارتنا الجزائر بطبيعة الحال يعني تهرول نحو اليمين واليسار، نحو يعني سواء من الصين أو روسيا إلى غير ذلك، من أجل تطويق هذا الانتصار الدبلوماسي. ولكن المغرب بطبيعة الحال عنده علاقات مترامية الأطراف، عنده علاقات مهمة مع الصين، علاقات مهمة مع روسيا، وعلاقات مهمة وأهم مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يعني هذا القرار الأخير الإسرائيلي هو يعني يدخل في إطار استراتيجية قطف الثمار التي يعني قطف الثمار الدبلوماسية المغربية التي عملت طويلا من أجل الدفاع عن مغربية الصحراء، وعملت طويلا من أجل جعل كثيرا من أجل جعل قضية الصحراء هي البوصلة التي يرى أو المرآة التي يرى منها المغرب مصالحه الخارجية، وبالتالي هذا القرار سيكون له تبعات إيجابية سواء على الاستثمار، سواء على يعني الدول الأخرى يعني ستحاول يعني أن تعترف بمغربية الصحراء وستفتح قنصليتها بالأقاليم الجنوبية، لأن يعني لأن هذا يدخل في إطار يعني العملية الأخيرة، عملية يعني الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، لأن جميع الدول بطبيعة الحال ستتبع الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، لأن هذه الدول هي الدول الكبرى المؤثرة في القرار الدولي.